المذاكرة المذاكرة، حياة العلم مذاكرته. إذا كنت تدرس وتقرأ وتحفظ وتحضر الدروس ثم تطوي صفحة ذلك وتقول قد حزت العلم والحمد لله، ثم تمضي، ربما تمضي إلى غير هذا العلم وربما تمضي إلى غير العلم، ثم تقول أنا طالب للعلم، اعلم أن هناك إشكالا قد وقعت فيه، لا بد من مذاكرة ولا بد من مراجعة ولا بد من مثابرة. أعد النظر وجل مرة أخرى وجولة ثانية في هذا العلم الذي طلبته، ولا تركن ولا تركن إلى ما سبق منك. ومثل هذه الدورات الأصل أنها موجهة إلى طلبة علم أفاضل من أمثالكم، ربما لا يكون فيها علم زائد أو جديد، إنما هذه الدورات تنشط الذاكرة ويستحضر بها الإنسان العلم ويتذاكره مع إخوانه، وبهذا يثبت العلم، بهذا يثبت العلم. العلم كثير التفلت إن لم يكن صاحبه على حرص شديد على مذاكرته وتثبيته وقتا بعد آخر.